ومن شك في دخول الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله، وإن صلى مع الشك لم تصح وإن صاب وإن نعم أصاب. نعم، من شك في دخول الوقت قال لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله، هذا طبعا إذا لم يجد من يخبره ولم يمكنه مشاهدة يعني الوقت بيقين، يعني كإنسان محبوس في مكان مثلا مثل بعض المساجين مثلا، يكون مسجون في مكان مغلق لا يرى الشمس مثلا ولا يعرف هل هذا وقت صلاة الظهر أو وقت العصر، ما عنده ساعة خلينا نقول. طيب المهم، أو إنسان في مكان أيضا لا يمكنه أن يعرف وقت الصلاة، هو شاك هل غابت الشمس ما غابت، هل غاب الشفق ما غاب، هل زالت الشمس ما زالت، هل صار ظل كل شيء مثله، واضح يعني متشكك في دخول الوقت. نقول إذا لم يجد من يخبره، لكن إذا وجد من يخبره لكن مستحي يسأل، واضح، يقول والله فشل أسألهم، شلون تفشل لا أسأل. طيب أسأل هل دخل الوقت أو لم يدخل الوقت، هل غابت الشمس أو لم تغب الشمس، يعني لابد أن يسأل. طيب أو هو يستطيع أن ينظر لكن متعيز متعاجز أن يذهب يخرج خارج البيت مثلا ويشوف الشمس أو يشوف الغروب أو يشوف كذا، يقول أنا قال أتوقع غابت الشمس، أتوقع لا عنده ساعة ولا عنده كذا أو ما يبي ينظر في الساعة، أتوقع ما يصلح أتوقع. طيب وذاك يقول من شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله، لا مجرد أتوقع وهو متشكك، إذا غلب على ظنه ولم يجد من يخبره ولم يستطع أن يتيقن فهنا يصلي ما عليه بس إن شاء الله تعالى. قال وإن صلى مع الشك، طيب لم تصح صلاته، ليش؟ لأنه المفروض يبذل السبب، المفروض يبذل السبب، لأنه ليس قاطعا بأنه قد دخل وقال وإن أصاب، وبعضهم لم يرى أنه إن أصاب صلاة صحيحة، لكن مع الإثم في أنه يجب عليه أن يتحرى دخول الوقت ومعرفة ذلك. نعم.